عمل وسلاح نحن لازم نوعيهم، يطلعوا مثقفين ونخبة البلد وكبار البلد وفهمانين ويقلون على الثورة، هاي يطلعوا يحكوا هالكلمتين ونساوي أكثر من كلام الساعة، الكلام ما بجيب شيء. إذا ما اتخذت موقف على الأرض مستحيل تحقق أي شيء في سبيل توحد الجيش الحر. هلا بروح أحكي لك مطالب جيش حرب التوحد ثلاث سنين ما حدا توحد. اتخذ قرارات على الأرض تجبرهم غصب عنه الكل يتوحد، لأن هذا مصير شعب مو مصير جيش حر بس. مصير كل واحد فينا، مصير كل طفل فينا بيتجرأ بكره يبرق في تركيا أو ينزل يبرق برا. نحن هاد لازم ندافع عنه حاليا، ما عم يشاورونا إن عرضنا وأرضنا في خطر. هذا الشيء لازم يدركه الكل. والله يعطيكم العافية ويجزيكم خير. تكبير! مظاهرة مطالب شغلتين، أول وحدة تشكيل غرفة عمليات وحدة، وثاني شغلة قائد واحد، والله العظيم غير هيك وريح شمالي كله راح. ميرا صلى أسبوع صافي، الكل صار عنده سيد، يا شباب رب العالمين إلى حكمة، بين شيء عصير الريف الشمالي، إلى حكمة عز وجل، شاف اسم الفريق ورجع كل إنسان. هلا نحن بنطالب وكل يوم وبلادنا بكره لما بتنزل قيادات كمان توحيد جيش الفصائل كلياتها غرفة عمليات وحدة لتحرر هالقوات كلياتها. والله العظيم لا قدر الله ان فاتوا الخوارج، والله ليس في نسائنا، اقسم بالله العظيم ليس في نسائنا. نحن لا كان قبل لا هلا صار لنا خمس سنين بعزاز، اهلنا وناسنا كلياتهم بعزاز. القادة خلت نحن والشعب يقدر يطرش عطيك عن عزاز فيها اكثر من 100,000 نسمة ناسحين، هذول كلهم من الريف الشمالي كله، وين بيروحوا لحالهم؟ نحن حاسبين ونحن مسؤولين عنهم. يا شباب انتم واقفين